عندنا فيها الرجب بتعود لزيرو. للتذكير انا ما بغيتش نطرح السؤال على جواد، لان لا انا ولا جواد ما لعبناش في هذيك المقابله. اللي لعبوه هما كانت دوزيام ايكيب، والدراري ما كانوش كيلعبوه، هما اللي لعبوا هذيك المقابله، وحنا ما لعبناش هذيك المقابله. لكن يمكن كانت عندنا مقابله في اقصائيات الافريقيه، لذلك حنا كاين اللي تفرج في الماتش وكاين اللي ما كملش الماتش، داكشي علاش ما عندناش فكره عامه، هادشي علاش ما هضرناش على هاد